قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في الندوة التي جاءت تحت عنوان قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره. قال إن التطرف سواء كان يمينيا أو يساريا هو في الأغلب موجه وممول لزعزعة الاستقرار، مؤكدا أن الهدف من استراتيجية بناء الوعي تبنتها الوزارة هو المصلحة الوطنية. رجال دين وأعلاميون ومثقفون باختلاف ثقافاتهم يتفقون حول إطلاق فعاليات أهمية استراتيجية بناء الوعي لعام 2021، والتي تبنتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. أخطر شيء هو عدم الوعي، وسيادة الرئيس دائما ما يؤكد على أهمية الوعي، وأن القضية الأكثر تحديا هي الثقافة والوعي، والوعي بالمخاطر، الوعي بالتحديات، أن نضع الحلول، الوعي بمخاطر التطرف، العمل على نشر ثقافة السلام الاجتماعي، الإيمان بالتنوع. ودعا عدد من الإعلاميين إلى تشكيل لجنة علمية لكتابة التاريخ الإسلامي من جديد لكشف زيف الجماعات المتطرفة. احنا خدنا تاريخ التطرف النهاردة وتحدثنا عن مفهوم مهم جدا، إزاي هذه الجماعات تريد توظيف المعاني الدينية لاقتناص السلطة والاستيلاء على الحكم، وشفنا تجارب مريرة جدا أريقت فيها دماء وتفتتت شعوب، وكانت فيه بروفة لإشعال حروب دينية ما بين المسلمين والمسلمين وبين المسلمين وأبناء الديانات الأخرى، ولكن مصر بتعاليم الإسلام السامحة والتعاليم السامية استطاعت أن تفلت من هذه المصيدة. بعض الواعظات قالوا أن التوعية بخطورة التطرف لها دور مهم في المجتمع لنشر الاعتدال والثقافة الوسطية بين أفراد المجتمع. منظومة القيم الإسلامية كلها بتمشي في طريق السكينة، الهدوء، عدم الفرقة. يبقى أنا أول ما تتسرب فكرة جديدة تعمل غير كده، ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو لا تنتمي للاسلام بذلة. البروتوكولات اللي وقعت ما بين وزارة الاوقاف والمجلس القومي للمرأة وجعل الواعظات يبقوا مندمجين او مشتركين مع المكرسات وخادمات الكنيسة في عمل مجتمعي واحد، اظهر هذه الصورة كسفيرات للمحبة والسلام. كما اشاد بعض المشاركين بجهود وزارة الاوقاف في محاربة الفكر المتطرف وتقديم الاسلام الوسطي المعتدل من خلال تبني مشروع التجديد الفكري للخطاب الديني. مهما تعددت الآراء والأفكار حول تاريخ التطرف، تظل استراتيجية بناء الوعي تجاه هذه القضية هي العامل الرئيس لتصحيح المفاهيم لدى الأفراد لمجابهة تداعيات خطر التطرف على المجتمع بأكمله. أسمع حسن أمين.